فامي يا خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين. انا جيتكم عاوتاني لهاد المره مع فيديو في الدار في لاكويزين، غنطيبو واحد الاكل كيجي رائع رائع، كيجي غزال، كيحمق، كيعجب الكبير والصغير، وكثر كثر اللي عنده الدراري صغارين كيحمقوا عليه. سهل سهل مره 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 اخوتي، تبعوني دخلوا معايا. حنا ديجا في الكوزينه، غنفكركم دخلوا معايا الكوزينه. حنا ديجا في الكوزينه، يعني الكوزينه قالك كنعيشوا فيها اكثر ملي كنعيشوا في الصالون ولا في البيت ولا سبحان الله العظيم. بصح الكوزينه سي فغي كنعيشوا فيها اكثر من نص الحياه ديالنا كنعيشوا في الكوزينه، الفطور العشاء والحمد لله الحمد لله. بعدا كنلقاو من نطيبو، كنلقاو من ناكلو الحمد لله يا ربي. يعني وكنقول لكم ربع عواشر العشر زيدوا معايا غنبدا يلا. اخوتي كي قلت لكم غادي نديروا الكغاتان ديال البطاطا، كيجي سهل دغيا دغيا كنصوبوه. هانتوما كي كتشوفوا اخوتي هنايا عندنا بطاطا مسلوقه، هاي سلقتها في الماء، قشرتها وسلقتها مقشره يعني باش طيب دغيان. وهنايا عندي واحد البصله ونص، وهنايا عندي الشامبينيون، الشامبينيون ديال الحك، ها هو الحك ديالو، وهذا نعم. وهنايا عندي مطيشه ديال البواطه حتى هي، هذه طوماط بولي، طوماط بولي اخوتي. نتوما بقاو معايا، احنا غادي نبداو اخوتي. كتشوفوا هنايا عندنا المقله ديالنا، غادي نديرو الزيت ديالنا، نديرو فيها زيت العود حيت هو يعمر البوطه ديالنا. تي نص كيلو ديال الكفته ديتها وجبتها في المقله باش تتسا بحال هكا. ها هانتوما معايا هنا يا خوتي، غنديرو الثومة ديالنا راس ونص، نديرو قزبة المعدس ديالنا الدقوق، الوقت نجيبو البلا ديالنا غاتان اللي كيستعمل في الفران، حتى هادشي ضاعي اخوتي كيطيب. ندهنوها شويه الزبده، نديرو لا بريباراسيون. ونخليو البلا ديالنا هنا على ما طيبنا لاصوص ديالنا، الصوص ضاغي كتطيب. وهنايا خوتي كنديرو الشامبينيون ديالنا، هو مفصول معدل ديال البواطات بيان سيغ، كيجي زوين، كيجي بنين حتى هو. نخلطو كلشي ديما نحركو، يعني نديرو الملح، نديرو الإبزار، نديرو شوية جبن، صافي نخلطو لقادير ديما بيان
هنايا نديرو مطيشة كونسونطري، ندير واحد جوج معالق مزيان معمرين هكذا، ونديرو مطيشة ديالنا. شوفوش تبارك الله، ما نزيدو الماء ما نزيدو والو. اخوتي نخليوها شوية نمهلو عليها شوية وطيب على خطرة، ودابا دابا 5 دقايق نرجع معاكم. بقاو مع الفيديو اخوتي ما تزبطيوش، كملوه كامل. غنوريكم الطياب، والله الا كيجي رائع رائع، الكبير والصغير كيبغيوه الصراحه وضرين. وانا يا اخوتي انتما كتشوفوا لاصوص ديالنا جات رائعه غزاله يعني نقيه. وهنايا بيان سور غادي نسيبو الكفته ديالنا اخوتي اللي ديتها وجبتها في المقله وفتتها مزيان. ودابا هانتوما كتشوفوا غنديرو كلشي ونجمعو كلشي على قدكم، قدكم اخوتي زعما بحال شكل البوبخي ديال لي لازان، يعني هادو بلي بوم دو تيغ كيجيو فنين رائعين. نتمنى ديروهم لوليداتكم. فوالا هكذا فوالا. وقبل اخوتي نسيت ديرو جوج سكرة باش كتزول ديما ديك لاسيديتي ديال لاكونسونطخي ديال لاطوماط، مكيبقاش الحموضية سيغتو الإنسان اللي كيكون فيه الحرقة واللي كضرو اللي كضرو لوستوما، خصو يزول ديك لاسيديتي. فوالا أنا ديما كنديرو حيت أصلا أنا بيدي دي فوا عندي لي دولوغ على لوستوما، إي كون جو في كوم سا فرانشمون سا مو في أوكان دولوغ. فوالا صافي أخوتي نتوما كتشوفو، نشعل الفرن ديالي، غادي نوجد الفرن ديالي ونرجع لكم. بون اخوتي شعلت الفران على درجة 180 فوالا، وشعلوه من الفوق من تحت فوالا. إلا غادي نبداو، غادي نبداو التحضير، غادي نبداو التحضير اللي هو ساهل. حنايا نتوما كتشوفو كلشي طار. فوالا هنا البلاطو ديالنا ها هو، هانتوما كتشوفو كيجي اخوتي غزاله غزاله غزاله، متشبعوش منه جربو اخوتي. وهنايا غنديرو الكغيار ديالنا، محسن يكون الكغيار هو زوين. فوالا نديرو فوق منو الكغيار. والله اخوتي كيجي هاد الاكلة هادي زعما والله متشبعو منه، غير هي شبعوله الفروماج حيت الطاطا كيعجبها الفروماج. فوالا
وكاع الباكيه ونتهناو وغادي يرحم الله. صافي اخوتي، ها البلاطو ديالنا صافي، ها هو كيجا. انا غندخل الفران، ملي نخرجو اخوتي نقدم لكم هاد الكراتان اخوتي. ها هما اخوتي كراتان دو بوم دو تيغ وكفته، ها هو كيجي المنظر ديالو غزال اخوتي، بالصحة والراحة، حقكم في الجنة اخوتي. انتما كتشوفوا اخوتي، وهنايا اخوتي النهاية ديال الكغاتان ديالنا ديال بوم دو تيغ وفوغ. كي جاكم عجبكم زوين، يا عين المنظر ديالو، راه بنادم كياكل بالعينين. دابا العينين هما اللي كياكلو، عاد كدخلو في الفم وكيمشي في الكرش. المهم نتمنى كان يعجبكم هاد الكغاتان ديال بوم دو تيغ وفوغ، وتجربوه وتعملوه وخلوني في الكومنتير. وكنقول لكم شكرا شكرا بزاف، وبسلام عليكم، ومرة أخرى مع فيديو ولا بلوج جديد إن شاء الله. جيسبيغ كتستافدو بحال اللي كنقول لكم شي حاجة معايا، حيت هذا هو اللي مهم ليا أنا، هي اللي تستافدو شي حاجة. وكنقول لكم شكرا شكرا، واللي يلاه دخل القناة ديالي كنقول له مرحبا وألف مرحبا، وشكرا بزاف بزاف على لي كومونتيغ ديالكم الزوينين. والدولات كاملين لي مي فخير لي زالجيريان لي جيبسيان لي تيرك، الدولات ديال المسلمين كاملين كاملين، كنقول لكم اخوتي بالشكر شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم اللي كي مفون شو او كوغ. يلاه اخوتي بالسلامه، لا بروشين فوا ان شاء الله، باي.